اول شيء ايش يعني allocation؟ allocation معناها انه انا قررت ككنترولر لما وصلني هذا الطلب مثلا نرسم هون رسمه ل لون جروب، هذول وان جروب ما فيش زونينج، ما في اي زونينج، هذه هون وان سنجل جروب، في عندي تو انترنسز مثلا وعندي هون مجموعه من الطوابق، خلينا افترض انه عندي 4 elevators. وعندي طبعا في لاندنج كولز، اللاندنج كولز راح احطها هون في دائره كدائره. واللاندنج كول ما بيكون له اتجاه، عفوا الكار كول ما بيكون له اتجاه. مظبوط واضح؟ لكن اللاندنج كول له اتجاه، فخلينا نحط هلا هون هاي الفلورز. هذول الاثنين انترنس فلورز، هذول اوكيبنت فلورز. هلا نفترض عندي هذا المصعد موجود هون وطالع، مثلا هذا المصعد موجود هون وطالع. طبعا هاي معناها غير منطقيه اللي انا حطيتها هون، اذا كان هو موجود هون وطالع، اذا هذا في داخله في على الاقل شخص او اكثر وهو طالع عشان يخدم الكار كول اللي موجود هون، هذا هون في شخص او على الاقل او اكثر طالع يخدم هذا الكول. هذا موجود هون لا له اب ولا له داون، ما فيش له دايركشن كوميتد دايركشن. وخليني افترض انه هذا، خليني اشيل هاي واحطها هون، وهذا موجود هون وماخذ، اذا هذا المصعد اللي هون ماخذ كوميتد للداون دايركشن، وفي عنده تو كار كولز، على الاقل في تو باسنجرز، على الاقل في تو باسنجرز، مش هيك؟ ممكن اكثر لان انا ما بعرف قديش في ورا الكول. هذا ما فيش فيه لا طالع ولا نازل، هذا ماخذ وطلع بده يخدم هذا الطلب الداخلي وهذا هو. وخلينا نفترض الان في هاي اللحظه جاني طلب نزول، في هاي اللحظه ايش لازم اقرر؟ لمين بدي اعطيه؟ هاي هي عمليه الالوكيشن. فباجي بطلع، طبعا في طرق كثيره اني اقرر لمين ممكن تعطيه، احتمال ضعيف اعطيه لهذا، انا عارف انه هذا بده يطلع يا يجاوب هذا الطلب ويرد ينزل مره ثانيه، مزبوط؟ هذا لسه أسوأ وضعه، لانه بده يطلع هون وينزل، هذا نازل ومش بس نازل وكمان ممكن يوقف على هذا الطابق، رح يوقف اكيد على هذا الطابق، مش هيك؟ هاي المعلومات متوفر عندي، اذا ممكن اعطيه لهذا وممكن كمان اعطيه لهذا، هذا فاضي وما عنده اي شيء ممكن ينزل، ممكن اوفر طاقه اذا اعطيته لهذا، مزبوط؟ بس باخر هذا الباسنجر، وانا مش عارف كم باسنجر في وراه، مظبوط؟ هي كبسن كبست، ما قال لي انه في ثلاثة أو أربعة أو خمسة، واحتمال هذا نازل هون بده يكون، مش رح يكون نازل أكثر من هون، فاحتمال كبير هذا نازل عند النقطة هاي. هاي عملية الألوكيشن، نفترض أنا قررت أعمل ألوكيشن من هذا هون لهذا المصعد، قررت أوفر طاقة في هذيك اللحظة، ما كانش في شغل كثير. هاي الأوبجيكتيف فانكشن. بس كمان أوبجيكتيف فانكشن إنه هذا ما أخليه يستنى وقت طويل. ولا اخر الباسنجرز الثانيه، هذا فيش في تاخير لهذا ولا في تاخير لهذا، مش هيك؟ لانه هذا راح ينزل يطلع هون، يسكر ينزل يطلع هون، وبعدين راح يدخل هذا من هون، فيش تاخير لهم، بس في تاخير لمين؟ كان ممكن اني اعطيه هذا وما ياخروش، قررت انا اعطي هذا لهون، وهذا القرار هلا اللي صار انه هذا المصعد تاخر هون، حد مسك الباب وفتحه ودخل ناس او شيء زي هيك، او صار عندي شيء ثاني، لما نزلت من هون اجاني وهذا بس بدا يتحرك جاني طلب هون كمان، وشو قررت اعمل؟ هلا هون اجيت قررت قلت انا بدي اعمل دي الوكيشن، هل مسموح لي اعمل دي الوكيشن لهذا الطلب من هذا المصعد بسبب الظروف الجديده اللي صارت هون؟ اعمل الوكيشن هذا، احرك المصعد اللي فاضي هون، وهذا الطلب لمين اعطيه؟ لهذا. Is the location allowed؟ ما دام انا ما خبرت الباسنجر مين المصعد اللي جاي ياخذه بهاي اللحظه، لانه هذا مش ديستنيشن مسموح. اليابانيين ما برضو يعملوا دي الوكيشن، بعرفش ليش. اليابانيين عندهم كلاسيكلي انه هذا اذا عملت له الوكيشن لهون معناها ما بصير اني اعمل له دي الوكيشن، معظم الشركات الثانيه بتعمل دي الوكيشن ما دام انا ما خبرت الباسنجر. اذا دي الوكيشن از الاوت، لا
لكن لو السيستم هذا كان ديستنيشن، شو يعني ديستنيشن جروب كنترول؟ اجى المصعد هذا هون، اجى الباسنجر اللي هون، كبس الكبسه وطلب نزول وقال انه هو رايح على البيسمنت، هاي رح نسمي هذا طابق البيسمنت وهذا الجراوند. وايش قلت له؟ قلت له خذ المصعد A، هاي A B C D، سميتهم A B C D مش 1 2 3 4. فقلت هذا الباسنجر اللي واقف هون، واحتمال هذا الباسنجر اللي واقف هون في كمان معاه، ممكن يكون معاه مثلا كمان 3 او 4، كمان 3 اشخاص. فكبس هون قال لي احنا 4 في الجروب وكلنا بدنا نروح على البيسمنت. اجيت قلت له خذ المصعد A. هل بصير بعد ما اكون قلت له خذ المصعد A اناديه؟ اقول له لا. اذا ان كونفشنال بت نوت هاي النقطة المهمة هون. هلا ما دام الدي اوليكيشن مسموح ونفترض في عندي طلبات كثيرة تانية، نفترض في هاي في هذه اللحظة لما اجيت هون وجدت انه هذا كمان في هون طلوع مثلا، في هون طلب نزول مثلا، في هون طلب نزول وفي هون مثلا طلب طلوع وهون طلب طلوع فرضا. إذا الدي اوليكيشن مسموح قديش عدد الديسيجنز الممكنة هون؟ على فكرة هون هلا بدنا نسأل السؤال نحسبه، ممكن نحسب الـ خليني أشرح المسألة بشكل أوضح.